تناول طبق من السلطة القليلة السعرات الحرارية قبل البدء بتناول الطبق الرئيسي في وجبة الإفطار من وجهة نظر خبراء التغذية مفيد جداً لتهيئة المعدة والجسم لتقبل تناول الطعام وللحد أيضاً من إقبال الكثير على تناول كميات عالية من السعرات الحرارية خلال الإفطار. وللسلطة فوائد عديدة لعل أبرزها تميز السلطة بقلة السعرات الحرارية نسبياً، غنية بالألياف والمعادن والفيتامينات، تمد الجسم بالحيوية والنشاط، تقلل من ترسبات البكتيريا في المعدة. مع وجبات رمضان الدسمة ينصح الخبراء بالحرص على تواجد طبق السلطة بصورة يومية وضرورة احتوائه على الجزر لأنه يقلل من نسبة الإصابة بالسرطان، والبصل لاحتوائه على مضادات حيوية أقوى من البنسلين فهو يلعب دورا كبيرا في قتل الجراثيم والميكروبات، لاحتوائه على الكبريت والحديد والفيتامينات المقوية للأعصاب والمنشطة. كما يعد البصل فيتامينا للحب يمنحك السعادة ويمنع الاكتئاب. وأكدت الدراسات أن تناول السلطات قبل غيرها من أنواع الطعام يحافظ على الوزن ويجنب السمنة والإصابة بالإمساك. تعمل السلطة على ليونة المعدة لاحتوائها على الألياف، تناولها بانتظام يحمي من الإصابة بسرطان القولون. عملية مضغ السلطات تنظف الأسنان بشكل طبيعي وتقلل من رائحة الفم في رمضان وغير رمضان. طبق السلطة لا يعوض عن فقدان السوائل من الجسم فقط، بل يمده بنسبة مرتفعة من المعادن والفيتامينات والحديد والبوتاسيوم. كما أن هنالك العديد من أنواع السلطات لكل منها فوائد، فبعضها يحتوي على نسبة مرتفعة من الحديد والآخر غني بالأحماض الدهنية التي تفيد القلب والأوعية الدموية.